ضيفتنا في الفقرة دي احنا هنتكلم مع نموذج نسائي بجد مختلف وناجح، وانا من الناس شخصيا اللي بحب دايما النماذج النسائية اللي بتضيء كده في مجالات كمان ربما البعض بيقولك لا دي مجال الرجال فقط. ضيفتنا اول محكمة لرياضة كمال الاجسام، فمتخيلين حضراتكم، عايزين نعرف اكيد منها يعني المشوار والتفاصيل وايه اللي حببها اصلا في اللعبة دي من البداية، وبعد كده تتجه ان هي تبقى محكمة، وايه هي بتعمل ايه دلوقتي، هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب بيها في البداية، يعني نجمتنا مرام سعيد اول محكمة كمال الاجسام. بونجور. بونجور. صباح الهنا. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. منورانا في حلقتنا النهارده، اهلا بيكي. وخلينا نتعرف في البدايه عنك كخلفيه بما يشمل كمان فكره ان انت دخلتي في مجال التحكيم لرياضه كمال الاجسام بصفه خاصه. تمام. انا مرام سعيد، انا اقدر اقول 17 سنه او 18 سنه في مجال الميديا، ما بين مقدمه برامج او صحفيه في مجال الشكاوى والحالات الانسانيه. ده قبل كمال الاجسام ولا بعد؟ لا، ده 18 سنه دي حياتي مع كمال الاجسام. كمال الاجسام انا دخلتها مؤخرا. أوكي. لكن دي كانت حياتي الاساسيه، الشكاوى وحاجات، والمهم شغل الميديا يعني بشكل عام. لما تعرفت على زوجي كان هو وقتها بطل في كمال الاجسام، وانا كنت ما زلت في المجال الاساسي بتاعي اللي هو الميديا، وانا ما كنتش بحب اللعبه دي اصلا، ما كنتش بفهمها وما كنتش بحبها خالص. لما اتعرفت عليه اكتشفت ان هو بطل ما كنتش اعرف، فابتديت اللي انا افهم فيها شويه غير او اغير الخلفيه بتاعتي اللي انا واخداها اصلا في اللعبه. بالظبط. حضرت معاه بقى التجهيزات بتاعت البطولات، وهو كان مدرب، فابتديت اللي انا افهم احضر معاه البطولات لغاية بقى ما اتجوزنا. حبيت اللي انا اعمل دمج ما بين الاعلام عندي وما بين الشغل كمال الاجسام، لان ما كنتش بشتغله اصلا. فعملت اول صفحة خاصة بكمال الاجسام في احدى الجرائد الورقية، وهو بقى معايا فيها، دخلته عالم الميديا بتاعي او عالم الصحافة، وشوية عكسنا. انا بقيت دخلني هو برضو العالم بتاعه، انا بقيت مستشاره اعلاميه للاتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه، ومع الوقت هو ابتدى ان هو يكبر فيها، وانا عماله اتابعه واتابع اللعيبه واتابع الحاجات اللي هي الخاصه بيهم، لان الصفحه كمان عرفتني من خلال اللقاءات معاهم عن كمال الاجسام وايه هي كمال الاجسام، ولقيتها حاجه صعبه جدا يعني. لما اخذ تحكيم وبقى اول حكم مصري على مستوى، اول واصغر حكم مصري على مستوى العالم محترفين، ابتديت بقى انا احضر معاه قصه التحكيم. ولو هو قاعد في البيت بيتفرج مثلا، هو من هوايته ان هو يقعد في البيت ما يتفرجش على اي رياضه تانية، يقعد يتفرج على البطولات وزي مذاكره كده. ابتديت اللي انا بقى اتناقش معاه ده ليه ياخد الاول، وابتديت اللي انا اقول له طب ما ده المفروض ياخد الاول، فيقول لي ليه، اقول له عشان كذا كذا كذا، فلقى عندي رؤيه. على فكره احنا في مرحله معينه من اللقاء ده عايزين نعرف كذا وكذا دي ايه، لان فعلا في ناس في بعض الاحيان وبالذات في البطولات زي مستر اولمبيا والحاجات زي كده، المستويات اصلا تكاد تكون متطابقه، واخده بالك، وحجم العضلات، يعني ايه المقاييس اللي بناء عليها انت كمحكمه لكمال الاجسام بتقولي ان اللاعب الفلاني هو المركز الاول واللاعب العلاني هو المركز الثاني، وهما الاثنين برؤيه العين يكاد يكون متطابقين؟ هي دي بتبقى في التحكيم ليها قواعد واسس، بس انا عايزه يعني برضو اوضح لحضرتك حاجه. فضل. هو انا واخده اول سيده من اوائل السيدات المصريات اللي واخده تحكيم مصري، تمام، في كمال الاجسام، لكن بعد كده استمريت بره واخدت تحكيم فئه فيتنس تشالنج. اوكي. يعني انا نقلت من التحكيم المصري للفيتنس تشالنج. بس برضو لو هرجع للنقطه بتاعت حضرتك هقول لك ان هي بتبقى ليها قواعد كده تحكيميه، ممكن الناس الشخص العادي يشوف الابطال كلهم متساويه على المسرح، لكن المحكم شايف لا، شايف ان العضله دي معموله بشكل معين، العضله دي هل هي فعلا طبيعيه ولا لا، الوقفه على المسرح ليها قواعد كتيره قوي، حتى الوقفه على المسرح نفسها وشكل البطل، لان هي لعبه اسمها كمال الاجسام، طبعا الكمال لوحده، لكن هي كمال الاجسام في حد ذاتها بتبقى عايزه اللاعب يكون في رؤيه كماليه كبيره جدا وهو واقف على المسرح. هو استعراض في النهايه. بالظبط. هو شو استعراضي، وبعدين هم اكنهم بيرسموا لوحه، فشكل اللوحه الجماليه عامله ازاي حضرتك؟ تخوف، هي لوحه تخوف. يعني انا من الناس اللي صح؟ يعني والله يعني مش عارف.
هم شكلهم. على فكرة اللي نهواند بتقول لحضرتك عليه ده، ده رأي كتير من السيدات ساعات بيتخضوا من الكتلة العضلية الرجالة. أنا ده كان رأيي على فكرة الأول، مش جميلة. كنت بتشوفيها نفس المنظور بتاعنا. أنا كنت بشوفهم يعني متخيلة إن كلهم بالحجم العضلي الكبير ده. المفاجأة بقى أنا لما عرفت اتعرفت على زوجي، هو كان جسمه عادي جدا في البطولات، جسمه اتغير تماما، بيتحول بس على مدار شهور كتيرة بيقعد يتمرن. فاكتشفت ان هم لا، في التجهيز للبطولات الوضع بيختلف، وبعدين هي أوزان في الأول وفي الآخر، كل واحد بيلعب تحت وزن معين، لكن الجسم ده لو هو ما بيجهزش بقاله فترة لأي بطولة جسمه بيرجع تاني. طب بس انت درستي فين يا مرام يعني عشان توصلي لمحكمة؟ درستي في دورات بتتعمل في الاتحاد المصري لكمال الاجسام، طبعا تحت قياده رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي دكتور عادل فهيم، اللي حقيقي بوجه له كل الشكر والتحيه لان هو دعمني ككمان اول سيده على مستوى مصر. بس كنت لوحدك بقى بتاخدي الكورس ده؟ لا، هو انا اخدت، انا من اوائل السيدات في مصر اللي انا اخد تحكيم مصري، وده اللي اهلني ان انا لما اسافر بطوله العالم في اسبانيا 2022 انا بسافرها كل سنه بشارك فيها. لكن السنه دي كان فيها دوره معموله خاصه بالفيتنس تشالنج، انا كنت تقريبا السيده الوحيده على مستوى الوطن العربي اللي شاركت فيها واكتستها الحمد لله واخدتها، وهي فئه مستحدثه في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه اسمها فيتنس تشالنج، واول حاجه تكون تابعه للاتحاد او بيشرف عليها الاتحاد المصري يشارك فيها سيدات. احنا المعروف على مستوى الوطن العربي ومصر ان ما ينفعش سيدات تشارك كلاعبات او انا كنت اصلا عايزه اتكلم معاكي في النقطه دي، هو هل ده واخدينه من ناحيه يعني دينيه ولا إيه؟ من ناحيه العادات طبعا الشرقيه بتاعتنا، لان مشاركه السيدات في كمال الاجسام بتتطلب ان هي تلبس ملابس زي معينه، ملابس طبعاً معينه طبعاً، وده مخالفه لينا تماما، او تعمل عرض بشكل طبعاً معين. على فكره هو لبس الرجال برضو مخالف لشريعتنا لو احنا هنتكلم او ديننا او عاداتنا، بس هي دايما بس يعني السيدات بتبقى كده دايما. بس لا، بس فكره النقطه دي بس السيدات اثارت جدل قبل كده على فكره بالظبط التفصيله دي. بس خلينا نتفق ان السيدات الشغل الاستعراضي بتاعها كمان بيبقى ممكن اكتر بكتير وكطبيعه اللبس كمان ده. وبعدين احنا خلينا نقول ان عاداتنا الشرقيه نفسها ممكن تسمح للرجال بحاجات وما بتسمحش للسيدات بحاجات، والعكس صحيح، صحيح. بالظبط. بس ده ما منعش ان بقى في الفتره الاخيره، وبنشوف حتى من خلال السوشيال ميديا فيديوهات لناس كتير بنوتات وسنهم صغير وبيلعبوا كمال اجسام، بيمارسوا الرياضه، بيلعبوا لكن ما يقدروش يدخلوا بطولات. طول عمرنا في يعني عادي بيلعبوا كمال اجسام في الجيم او بشكل عام، لكن بطولات على مستوى الوطن العربي ده الاتحاد رافض بشكل عام لان ده مخالف. ده في مصر بس ولا في دول عربيه ثانيه كمان؟ هو رئيس الاتحاد المصري والعربي دكتور عادل فهيم، فهو بالتالي يعني ده مرفوض يعني بالنسبه لمصر او الوطن او الوطن العربي بالظبط. لكن لكن بره بقى في اوروبا. ايه اكتر الدول بقى المتالقين فيها سيدات ككمال اجسام؟ والله في سيدات بتلعب كتير يعني في اسبانيا مثلا في سيدات كتيره بتشارك، وعايزه اقول لحضرتك ان في الفتره الاخيره كمان لعب السيدات في البطولات في اوروبا او كده ابتدى شويه، اللي هم استحدثوا فئات تانية جديده لقوا ان هي بتبقى الطف شويه من شكل السيدات في كمال الاجسام. يعني شكل السيدات في كمال الاجسام شويه ما بيكونش يعني بيكون بالظبط، لكن في حاجات تانية طلعت يعني في بيكيني فيتنس وفي في فيزيك وفي كلاس وفي حاجات كتيره قوي ممكن حد يشارك فيها. لكن لو هنرجع للنقطه اللي انا كمان تخصصت فيها اللي هي الفيتنس تشالنج، الحاجه الحلوه اللي فيها اللي هي اتلعبت اولا هي اول بطوله ليها اتلعبت في مصر في ديسمبر، كانت بطوله الافرو عربيه واول بطوله يشارك فيها سيدات، طبعا متاح ليهم ان هم يلبسوا اي لبس ترينج اي حاجه بنطلون اي حاجه رياضيه يشاركوا فيها وهكذا الرجال، ودي كانت اول مره لاعبات او سيدات يشاركوا فيها تحت اشراف الاتحاد المصري كمال اجسام، لان هي طبعا لياقه بدنيه، وده اعتقد حتى اللي بيطالب بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاله فتره طويله ويقول يا جماعه اللياقه البدنيه، وهو فعلا ده اللي حصل، ودي كانت اول بطوله وان شاء الله يكون في بطولات تانية. حلو جدا. طيب خلينا برضو نفهم بقى لنستغل وجودك معانا، الجسم ده علشان يتعمل بيبقى فيه اكل معين، بيبقى فيه
لايف ستايل تاني خالص، هل هو بيكون صحي؟ لان الشكل يقول لك اه صحي، بس عشان اوصل للليفل ده وعلشان لا اصل بيبقى خارق في كمال الاجسام. اه بتكلم يعني صح بيبقى انا لا اقول لك روح بعيد ليه؟ ما هي كزوجه أنا زوجة بقى زوجها آه بيمارس الرياضه دي يعني بياكل ايه وبيعيش ازاي اللايف ستايل ايه وطريقه الاكل، هل هي هيلثي اصلا ولا بيبقى فيه مش عارفه بيسموها ايه اللي هي الشيكس والحاجات اللي زي كده؟ إيه هو انا فعلا هتكلم كزوجه بقى لكابتن محمد محسن كان بيحضر لبطولات قبل ما يبقى تحكيم. إيه لا هو الاكل طبعا بيبقى صحي جدا وده فادني انا شخصيا كتير. يعني بتبطلي ايه وقت البطولات؟ احنا عايزين تفاصيل. ايه وقت البطولات؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان الاساسي عندي لازم يكون ميزان، في ميزان يعني المتعارف عليه ان لاعبين كمال الاجسام بياكلوا كميات كبيره جدا. هو اصلا في ميزان عندي في البيت، ميزان اكل، لما باجي احط له الرز مثلا ممكن مرام 100 جرام مثلا على مستوى اليوم، انا لازم احسب له ال 100 جرام ده، افطره مثلا عدد معين من البيضات، بس البيض ما يكونش مثلا كامل، يعني ممكن حد يقول يا بتوع كمال اجسام ممكن ياكلوا مثلا 8 بيضات على الفطار، ما هو مش كامل، هو بياكل البياض وما بياكلش الصفار. فالفراخ بياكل لا هو بياكل كميات معينه مثلا من البانيه محسوبه بالميزان، بالميزان بالظبط. ما اقدرش اللي انا يعني انا لو زودت له يبقى باذيه، لو زودت له ملح بشكل معين او حطيته في وقت من الاوقات يبقى باذيه، الاكل لو عملته بالسمنه والزيت وكده في فتره يبقى باذيه. احيانا هو بياكل اكل انا ما بستحملوش بس بدات اتعود عليه، ممكن ناكل اكل بدون ملح تماما، حاجات بدون سكر، وده علمني. انا كنت من الناس اللي هي انا كنت بلعب رياضه بس ده علمني ان انا اكل سكر، يعني ما اكلش سكر، ابطل السكر خالص. فبدل ما كنت باخد 3 معالق سكر بقيت باكل ما بتاكليش اي حاجه فيها سكريات ولا بس السكر؟ يعني مثلا ما فيش اي حاجه سويت؟ لا هو خالص. هو نفسه في فتره من فترات لا ما ينفعش. لكن بشكل عام انا اتعلمت ان انا يعني واضح ان الجوازه دي جت بفايده جدا على اصعده مختلفه لا خلاص احنا دخلنا بقى الفتنس تشالنج، وعايزه اقول لحضراتكم بس عشان الناس برضو تبقى فاهمه معايا ايه هي لعبه الفتنس تشالنج. هي عباره عن 6 حركات اي حد يقدر ان هو يشارك فيها، يعني لاعب كرة القدم يقدر يشارك في الفيتنس تشالنج، اي حد بينزل جيم بيمارس الجيم يقدر ان هو يشارك في الفيتنس تشالنج. 6 حركات محددين ليها كذا مستوى، مستوى فضي، مستوى ذهبي، مستوى برونزي. اللاعب او اللاعبة بيدخلوا يعملوا اول حركة خلال 2 دقيقة، لازم يعمل اكتر عدد من التكرارات لازم بشكل صحيح، وبعد كده بيرتاح 2 دقيقة وهكذا وهكذا. لكن هم 6 حركات محددين. بصي بقى احنا معانا على التليفون يعني كابتن عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الاجسام دلوقتي على التليفون. كابتن عادل بونجور، بنرحب بحضرتك. اهلا يا حوانتي، صباح الخير عليك. صباح الهنا و صباح الخير لكريم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لنجمتنا حكمتنا القديره مرام، وسعيد جدا ان انا اكون معاكم. لا مرام بصراحه احنا سعداء بيها كمان شخصيا، لان بنحب جدا النماذج النسائيه اللي هي بتروح وبتطور من نفسها وبتروح وكمان تشتغل في مراكز يمكن مش كومن او مش مالوفه للمجتمع بتاعنا وبتنجح فيها، فده بيكون تحدي في حد ذاته، فبجد نموذج جميل. بس عايز اروح بقى مع حضرتك كابتن عادل برضو لكام نقطه كده. يعني مبدئيا خلينا نطمن على التحكيم من حضرتك، خلينا نطمن على ملف كمان ابطالنا في الفترات اللي جايه والتحديات اللي بيواجهوها. اتفضل كابتن عادل. اولا التحكيم عندنا وبصفه خاصه التحكيم الدولي ده شيء يعني مقدس، لان التحكيم الدولي لا يصدر الا عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق امتحان في بطولات العالم. وحكامنا الدوليين زي كل الحكام الدوليين في كل حته في العالم بيحصلوا على التحكيم الدولي بعد اختبارات صعبه. واغلب الناس اللي بتروح للامتحانات التحكيم بتسقط اول مره. الحمد لله لا نستطيع ان نتحدث عن حكامنا الدوليين لان هم مميزين، وانت معاكي الحكمه الدوليه النسائيه الوحيده اللي موجوده في العالم اللي هي مرام، وهي حكمه قديره، وانا متاكد ان هي يعني
هيكون لها شأن كبير وهتغطي على كل أسئلة المستمعين أو المشاهدين. جميل. بالدعم طب. من حضرتك يا دكتور، أنا عايز أقول دكتور عادل يعتبر الأب الروحي للعبة، كمان لعبة كمال الأجسام. حقيقي بيدعم الجميع، وعايزة كمان أوجه تحية لو تسمح لي يا دكتور لأبطالنا اللي هم شاركوا في بطولة العالم في أسبانيا وحصلوا على 12 أبطالنا في كمال الأجسام، الأبطال المصريين، وحصلوا على 12 ميدالية متنوعة ما بين برونزية وفضية وذهبية، وده طبعا من دعم من دكتور عادل فهيم اللي بيدعم الكل. رائع جدا، دي نقطة حلوة جدا وإنجاز بيضاف طبعا للرياضة المصرية كابتن عادل. فخلينا كمان نعرف التحديات اللي جاية، يعني طمنا كمان على أبطالنا في التحديات الفترة اللي جاية كابتن عادل، اتفضل. هي مصر لها مقام، خلينا نسميه مقام رفيع في كمال الأجسام على مستوى العالم. الاتحاد الدولي اللي بتشرف إن أنا النائب الأول اللي رئيسه في 204 دولة، وده رقم قياسي لأي اتحاد، أعتقد إن هو في التوب 5 من حيث عدد الدول المشاركة في أي اتحاد دولة في أي لعبة في العالم. كمال الأجسام لعبة عريقة لها تاريخ. مصر دولة متميزة، في آخر 30 سنة مصر خدت بطولة العالم، على فكرة بتقام مرة سنويا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام. فمصر آخر 30 سنة خدت 13 مرة أول عالم في ترتيب الدول مش في ترتيب الأفراد. حلو جدا. جمعوا النتائج بتاعت الأبطال، واللي بياخد أعلى نتائج بيبقى الأول ثم الثاني وهكذا. فمصر 13 مرة خدت بيسموها في الكونتري بليس من ترتيب الدول أول عالم 13 مرة، منهم 9 مرات ورا بعض. واو. وده مسجل في موسوعة جينيس. خدنا تاني عالم 8 مرات، خدنا تالت عالم 3 مرات. ما عندناش بطولة عالم بيبقى فيها عدد دول أقل من 100 دولة، فده تميز طبعا لمصر، وده بقى سحر الفراعنة بقى. أكيد. طيب كابتن عادل، يعني بص على الجدران بتاعة المعابد. طب فرعون شكله بطل، صحيح، شكله صحي. فالحمد لله مصر متميزة وهنستمر في التميز. وبما ان حضرتك سالتي السؤال ده، حابب اقول للناس كلها من خلالكم كده سبق، ان السنه دي مصر هتنظم البطوله العربيه 22 دوله عربيه، وهتنظم البطوله الافريقيه في مصر، فده هتبقى هديتنا لجمهور مصر ان شاء الله. عظيم وموفقين ان شاء الله. طيب كابتن عادل، عايز اكلم حضرتك في تفصيله كده ليه علاقه بطبيعه وخصوصيه الرياضه دي بالتحديد اللي هي كمال الاجسام. ليها متطلبات كتير على عدة أصعدة، ولا سيما بند التغذية اللي في بعض الأحيان ممكن يكون بيشكل عبء مادي على أبطال مستقبليين في هذه الرياضة. فإيه دور الاتحاد في هذا الإطار؟ والله شوف، الاتحاد يعني إحنا ميزانيتنا نص مليون جنيه، وإحنا بنصرف سنويا أكتر من 1,000,000 جنيه، وإحنا مش من الاتحادات اللي بنقول محتاجين وعايزين ومش عارف إيه. احنا بنجتهد وبنحاول نعيش مع الظروف الاقتصاديه بتاعت بلدنا. اللعبه 50% منها تدريب و50% منها تغذيه. لعيب كمال الاجسام ربنا يكون في عونه. يعني احنا قد ما نقدر هنساعد، بس مهما ساعدنا لن نستطيع ان نحقق اللي مطلوب من البطل. وده قدر هذه اللعبه. وعلى فكره الأغلبية العظمى من الأبطال في هذه اللعبة هم متوسطي الدخل وأقل من متوسطي الدخل. صحيح. كمان صحيح. طب حد زي بيج رامي يعني البادجت كمان والنجاح المدوي على مستوى العالم اللي بيحققه باستمرار، هل ده مثلا كان عنصر جذب بأي حال من الأحوال للرعاة عشان يدعموا أبطال كمال الأجسام؟ هو الرعاة، يعني الرعاة الراعي الذكي يختار كمال الأجسام لأنها لعبة مشرفة ولعبة لها قبول كبير جدا. صحيح. عدد ملاعب كمال الأجسام اللي هو الجيمنيزيوم تفوق ملاعب كرة القدم. كمال الأجسام تأتي في الشعبية رقم 2، لأن عدد الجيمات اللي موجودة في أي بلد في العالم تزيد كثيرا عن عدد ملاعب كرة القدم. الجيمنيزيوم مش بس بيخدم على لاعب كمال الأجسام، الجيمنيزيوم بيخدم على جميع الألعاب دون استثناء. طبعا الراعي لازم يضع هذا في الاعتبار. الراعي لازم يضع في الاعتبار ايضا النتائج والامتيازات اللي بيحققها ابطال كمال الاجسام وهم كثر،
فانا يعني الحقيقه يعني عارف كويس قوي مصادر القوه اللي موجوده في لعبتي، لكن مش هجري ورا الرعاه. انا لاي حد حابب ان هو يبقى راعي بساعده وبشرح له احنا نقدر نقدم له ايه وهو يقدر يقدم لنا طيب ايه. انا عندي سؤال دكتور عادل لو تسمح لي. حضرتك ذكرت ان البادجت بتاع التغذيه لوحده كبير، ومعظم الابطال لهذه اللعبه تحديدا من متوسطي الدخل ومحدود الدخل شويه، فالحل هنا بيكون ازاي لو الاتحاد مش قادر ان هو يوفر او يهتم بالبند ده، اللي اكيد بطبيعه الحال احنا متخيلين ان هو بند يعني بيكلف بشكل كبير. الحل بيكون ازاي لو في لاعب ما عندوش امكانيات تماما، هنا بيحصل ايه؟ اللعيب البطل، اللعيب البطل عنده رعاه. رعاه بيتفاوتوا من رعايه كامله لنص رعايه لجزء من الرعايه. لكن لعيبه كمال الاجسام زيهم زي دكاتره، عارفين كويس قوي يعني ايه جسمهم، يعني ايه التغذيه الصحيحه، عارفين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. وبعدين على كل المستويات وعلى كل الليفل، حتى في البروتين في حاجات غاليه مثلا قوي زي اللحوم، وفي حاجات اقل غنى. فلعيب كمال الاجسام ناصح جدا وعارف جدا، في نفس الوقت معذور جدا لو هو مش معروف قوي، فبتبقى عنده مشكله لان الغذاء شيء مهم جدا بالنسبه ده الاتحاد ما بيوفروش هنا او ما بيساعدش باي شكل يعني؟ صعب جدا ان الاتحاد ميزانيته السنويه نص مليون جنيه، يعني اقل من 50,000 جنيه مثلا في السنه، يستطيع ان هو يساعد في هذا البند. وخصوصا ان الابطال عندنا الابطال العالمين، انا عندي 30 بطل عالم. ما هو عشان عندي 30 بطل عالم لازم يبقى عندي بادجت، يبقى الاتحاد محتاج دعم اكتر من كده بصراحه. وفي قصادهم 300 في الطريق للبطوله. بالظبط، يعني عندنا تسلسل ابطال بشكل غير عادي. عندنا مشكله بيعوضها الشغف الغير عادي والحب الغير عادي لبطل كمال الاجسام للعبه. يعني بالتوفيق انتوا على كل حال دكتور عادل. ما يقدم من هذه اللعبة يعني هو شيء بجد فخر لينا جميعا، عشان كده الواحد بيبقى نفسه ان يكون في توفير يعني بادجت اكتر من كده للاتحاد، يقدر الاتحاد من خلالها ان هو يقدر يخدم على الابطال بتوعنا، خصوصا ان هم مش ابطال وبس، دول ابطال وبيرفعوا اسم مصر في محافل دولية وبيحصلوا على مراكز اولى وذهبيات، فلازم يكون في اهتمام اعتقد اكتر من كده. فبالتوفيق ليكم في الخطوات اللي جاية، وان شاء الله الموضوع ده كمان يحل بشكل افضل الفترات والسنوات القادمه. شكرا ليك بإذن جدا. باذن الله، واحنا هنتابع وبنشكركم على اهتمامكم ورعايتكم. اكيد اكيد. وبرحب بمرامكو وغدا معاكم في البرنامج. واحنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا كابتن عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري. نقطه مهمه قوي كريم، دي نقطه مهمه بتاعت التغذيه، لان عارفه برضو كابتن مرام انت لما تتكلمي ان الرياضه دي بجد بتجيب ابطال وبتجيب بطولات كتيره، فليه البادجت بتاعت الاتحاد مش مكفيه؟ ليه ما اقدرش اغطي؟ لان مش المعلومات مش شرط توصل، والامكانيات مش هيقدر عليها اي حد، فخساره انت ممكن تخسر ابطال. هو عامه برغم كده كل يوم يعني التاني بيزيد شغف اللعيبه او الاشخاص العاديين ان هم يلعبوا كمال اجسام ويدخلوا، يعني اعتقد ان دلوقتي في كل بيت في بطل كمال اجسام، في ابطال، في شباب كتير قوي بتحب اللعبه كل يوم عن التاني، في شباب بتحب ان هي تنزل تلعب الرياضه. حتى الفئات اللي هي مش بتمارس رياضه بشكل نظامي، لان هم بيمتهنوا مثلا مهن معينه بعيده خالص عن الرياضه، زي الفنانين مثلا. بقى حتى في الفنانين بقينا نشوف مؤخرا اهتمام كبير جدا، فنانين وفنانات، بفكره الجيم وبناء العضلات اللي عشان تتناسب ادوار معينه. لان بتخلي الجسم حلو، يعني شكل الجسم في النهايه بيبقى شكل متناسق، شكل عضلي حلو جدا. ففي الحقيقه اهتمام دلوقتي حتى الشباب الصغيرين، الاطفال الصغيرين، تلاقي عنده 15 سنه بينزل يلعب في الجيم، عايز جسمه يبقى بشكل معين. لا الموضوع زاد قوي. وبالمناسبه برضو بحكم خبراتك، يعني السن الامثل للبدايه في رياضه كمال الاجسام، واي اي يعني اكيد مش هيروح مثلا هو عنده 3 سنين او حاجه، هو بيمارس الاطفال يعني الصغيره بيمارس مثلا سن 14 13 ممكن بيبقى مش مناسب قوي، لان بيبقى له انعكاسات مش لطيفه على جسم او على النمو بتاعه. الكلام ده حقيقي ولا دي هي عامه كل سن بيبقى ليه حاجه معينه بيمارسها، يعني تمارين محدده بيمارسها. ما ينفعش مثلا ولد عنده 15 سنه ينزل الجيم فمدربه يقول له انت هتشيل اوزان
كتيرة. لا هو كل سن مفروض ان المدرب اللي بيكون موجود في الصالة الرياضية بيبقى هل مناسب لينا هو يتمرن التمارين دي. حتى احنا يعني او الناس يعني العادية لما تنزل الجيم ما ينفعش مثلا يكونوا مثلا فجأة كده المدرب يقول لهم انتوا هتشيلوا الاوزان دي او هتعملوا حاجة معينة. كل حاجة بيبقى ليها الحاجة الخاصة بيها، ودي بتبقى حاجة كويسة يعني كل واحد يسمع كلام مدربه ويبقى عارف وواثق جدا في مدربه ان مدربه فاهم كويس جدا. اي حد عايز ينزل مثلا ابنه جيم يبقى عارف الاول هل ده مناسب ليه ولا لا. فالعمليه مش اللي هي يعني لو بينزل مش عشوائيه، لا فيها بلاكس فيها نظام، هي لعبه جميله جدا واللعبة اللي ليها مستقبل كمان اعتقد اللي هي الفيتنس تشالنج. يعني الفيتنس تشالنج هيكون ليها مستقبل لان هي لياقة بدنية واعتقد هيكون فيها اقبال شديد، وده اللي احنا شفناه في البطولة. وكمان اصلا فيها اطفال يعني هي اصلا الفيتنس تشالنج فيها اطفال. حتى احنا في البطولة وقتها كان في ناس بتمارس الجيم بتنزل الصالات الرياضية عادي، فجأة عرفت ان في بطولة ما نزلت جت تشارك فيها، وهي البطوله كان فيها جوائز كمان قيمه. فلعبه الفيتنس تشالنج هتسحب شويه اللي هو يعني ايه حته الناس اللي بتحب بقى اللياقه البدنيه تعالوا العبوا اهو في فيتنس تشالنج. حلو جدا، بالتوفيق. اني anyway طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق كابتن مرام، ونورتينا بجد. ميرسي، انا بجد مبسوطه ان انا مع حضراتكم النهارده. نورتينا وشرفتينا ونشوفك على خير باذن الله. ميرسي لوجودك معانا. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم ونستقبل تاني ضيوفنا ونفتح بقى صفحه الحنين والنوستالجيا وذكريات جميله مع نادي الاهلي. خليكم معانا.